فؤاد الملياني أمين العام للنقابة الوطنية لأرباب وكلاء كراء السيارات. شكرا على الزيارة ديال منبر فبراير للتطرق اليوم عيطنا لكم باش نوقفوا على واحد الحادثة طرات البارح، المهم واحد الشكل غريب. هو المهم حنا عرفتوا بان قطاع كراء السيارات عنده مشاكل منذ سنوات، وترى مشاكل من بعد كوفيد، والناس دايرين فايت، والناس في واحد الازمان لا تتصور، فعلا لا تتصور، لانه في الاول ديال الكوفيد فاش ترى كوفيد حاولنا حنا كنقابه او كهيئه ديال هاد كراء السيارات راسلنا السيد وزير النقل وراسلنا السيد وزير المالية ورئيس الحكومة وجميع المسؤولين راسلناهم، ماشي إحنا، إحنا وجميع الفيدراليات اللي كاينين في الساحة الوطنية، وما فيدراليات وطنية تمثلوا هذا القطاع، ولكن مع الأسف لم يتم الرد على أي واحد منا ولو بجملتين، ولو بجملتين. وزارة النقل ما جاوبتناش بجملتين، ما كيناش نهائي. إذن حنا نكونوا لوجيك في عقلنا، غادي نقولوا احنا اذا ما جاوبوناش هاد الناس اشنو هو المعمول؟ بون، المعمول هو الوقفات الاحتجاجيه. الوقفات الاحتجاجيه اللي هو حق دستوري، تنعرفوا بان كاين حالات الطوارئ تتمنع مع هذا الوباء، الله يكون في العون للجميع، ما كاين مشكل. احنا بعد الاخوان البارح حاولوا ينظموا واحد الوقفه احتجاجيه امام وزاره النقل تحت لواء واحد النقابة وطنية، ولكن تم فضل الاعتصام أو الوقفة الاحتجاجية بالسلطات العمومية. إذن احنا تنتسألوا من هذا المنبر ديالكم اشنو هو العمل؟ مني تنصيفطوا للوزارة فوق 90 يوم وحنا كاتبين لهذا السيد، هذا السيد الوزير، وما تيجاوبناش وما تيفتحش معنا الحوار. إخوان ديالنا تيحاولوا يديروا وقفة احتجاجية أمام الوزارة باش يسمعوا، يطلبوا منه واحد اللقاء يتحاوروا معاه، ما بغاش. انت نشوفوا بأن الإخوان ديالنا ديال النقل السياحي 12 يوم وهم دايرين اعتصام أمام الولايات في جميع أنحاء المملكة. أنا في هذا المنبر ديالكم تنسأل ما هو دور هذا السيد الوزير؟ ما هو هذا؟ إذن غادي اليوم غادي نوجه خطاب للسيد الوزير مباشرة. السيد الوزير المحترم، خصك تعرف واحد القضيه، بانه انت واحد الموظف ديال الدوله بحالك، بحال استاذ، بحال اي موظف، انت موظف كبير سامي محطوط في هذيك الوزاره من اجل هذا القطاع. اذا ما احنا تنفهموا بانه دابا احنا المغرب في وباء، ولكن كاينه وزاره الداخليه ووزاره الصحه راه مقابلين داك الشيء. اشنو هو الدور ديال وزاره النقل؟ اش تدير وزارة النقل دابا؟ إذا كان عندك جميع القطاعات كلها هي تعاني، سيارات الأجرة، النقل العمومي، النقل السياحي، كراء السيارات، علاش؟ ما هو الغرض من هذا السكوت؟ علاش أستاذ، علاش ما تحاولش؟ حنا نقولوا كاع حنا بأن أنت ما بديش تلاقى مع هذه الهيئات، بأن ما عندكش حلول، جلس معاهم على الأقل، ناقشوا، نشوفوا اش نقدروا نديروا. قدمنا لك حنا مقترح قدمناه لك شهر 4، صيفطناه لك فيه نقاط ايجابيه وحلول شامله، لا مع الابناك، لا مع الضرائب، لا مع كل شيء. واش السيد الوزير تعتقد بان الوزاره ديالتك، الوزاره ديال هذه الشريحه ديال هاد الناس اللي خدامين في النقل، كسوا عمومي ولا سياحي ولا سيارات الاجره، راك انت واحد الموظف تتقاضى واحد الاجره باش تشوف المشاكل ديال هاد الناس؟ الله يجازيك بخير، راه هذا الشيء راه عيب وعار تدير السيد الوزير، راه ما يمكنش. راه سيدنا قال لك، راه حتى قال لك اي مواطن الا وصل شي جهه خصها تجاوبه، من باب المسؤوليه، من الواجب ديالك بانك تجاوبنا، وماشي وتعديتي الامر بانه جاوبوا حتى الناس مشكورين، الساده البرلمانيين اللي مشينا استعرضناهم وباش يطرحوا عليك اسئله كتابيه وتتموهوا في الجواب. صفتي بانه السيده من الاتحاد الدستوري سولتك على كراء السيارات وجاوبتيها على قطاع النقل العمومي، وحتى في الاخير وانت تحط بانه يمكن لينا حنا بان ديك الرخصه تبقى عندنا واخا نزلوا على 5 سيارات، حنا من اتصلنا بالمديريات قال لك لا علم لنا بهذا. فين هي التنسيقيه ديال الجهويه المتقدمه؟ الساده عمر شي واحد هاد الناس ديال النقل السياحي 12 يوم من باب الانسانيه ينزلوا المدراء ديال وزاره النقل يحلوا معاهم حوار.
نعرفوا بان كاين وباء وحنا وطنيين وحنا متجندين سميتو صبرنا. الناس لا عندهم راه 6 شهور وما صابرين. دابا اللي عنده شي حاجه راه صافي قداها. الناس راه مشاو للسجن. الناس راه انتحروا. راه من الواجب عليك السيد الوزير بانك تشوف هذا القطاع، لانك انت ماشي شغلك الصحه وماشي شغلك الداخليه، انت النقل. انت خصك تجتمع من المهنيين ديال النقل وتصنت ليهم. الا كنا حنا خاطئين رشدنا وقول لنا هاكي خصنا نديرو هاكي خصنا نديرو. طلقين عندنا الابناق تيصيفطونا في الدعوات. الناس عاطين شيكات تيمشيو للحبس. الناس انتحروا، الناس ما لقاوش ياكلوا ولادهم. راه عيب وعار. حنا تنسجدوا تنسجدوا بجلاله الملك. حنا ما كاينش المشكل. سدوا علينا، عطيونا ما تعطيونا، عطيونا الا كان هو تياخذ 2000 درهم في النهار، حنا عطيوها لنا في الشهر. علاش حنا حيدتو لنا لا سي ان اس اس؟ علاش حنا حيدتو لهاد الناس ديال لوكاسيون دو فواتور حيدتو لهم لا سي ان اس اس اللي كان بسميتو باش بغيتيهم يعيشوا؟ اشنو تتقولوا حنا خدامين؟ لا ما خدامينش. جهات مراكش حنا لا ما كاينش منين تخرج، ما كاينش اللي كريم عندك طوموبيل، فين بيمشي بها؟ اوريكا هي الاخرى ما يطلع ليهاش. اش بغيت تديها معاه للدار؟ لي زاسيرونس تطلقوا عندنا، الابناق تطلقوا عندنا، واش بغيتو تكرازيونا؟ بغيتو تحيدونا؟ بدا تقولوا ما كاين مشكل نضحيو حنا بواحد 3000 ولا 4000 شركه، وملي تحيد كوفيد نعاودو نديرو كاي تشارج ونديرو شركات اخرين. يا مزيانه هاد القضيه. وعلاش كاين هاد الميزه ما بين هادوك الشركات؟ كاي تشارج ديالنا 20 عام هادي ما عمرو تبدل. عندنا ثلاثه طبقات، عندنا الطبقه البرجوازيه اللي هي ديال الابناك، لان جنس المنافسه ما عمرو هضر عليها كاع نهائيا. هما خدامين دابا في الصفقات العموميه مع لي زوفيس ومع داكشي، عاطين الطوموبيلات باللونغ ديوري، خدامين تستافدوا من داكشي. حنا راه تخدموا مع السياحه ب 70% وبواحد 30% مع المواطن المغربي. المواطن المغربي ما عندوش. فين هو البرنامج ديال السياحه الداخليه؟ فشل. اش من سياحه داخليه؟ وقلناها لكم في الاول، كاينين خروقات ما سميتو. انا تنتسائل تنقول لك السيد الوزير بانك انت راه الوزاره ما ديالتكش. الوزاره ديالت المواطن. راك انت واحد الموظف سامي على راسنا وعينينا، وتاخذ واحد الاجر باش تشوف المشاكل ديالنا. اذا من هذا المنبر تنوجه رساله لرؤساء الهيئات بان نديروا اجتماع في اقرب وقت، لان كاينين حلول جذريه اللي غادي نتاخذوها، دستوريه اللي غادي نتاخذوها، ماشي هي الوقفه الاحتجاجيه. عطى الله ما يدار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.